في حالة الـ NS2. طيب انا قلت ان انا هستخدم الـ NS2، وقلت في البداية ان انا الـ NS2 بيستخدم C++، وهقوله بالتفصيل، بس انا دلوقتي هتكلم كهنت عنه. في حالة الـ NS2 او ايه هي السيميليشن ستيبس اللي انا بستخدم، الـ NS2 بيستخدم حاجة اسمها TCL. الـ TCL files دي هي اللي انا بكتب فيها الكود بتاعي، الكود سواء ان انا بعمل موبايل نود او اكسس بوينت، سواء كانت هوم ايجنت او فورين ايجنت، بعمل اساينمنت للاي بي هات والتراجكتوري، كل السيناريو بتاعي بيتكتب في التي سي ال فايل. التي سي ال فايل ده بعد ما اعمله رن، هقول الطريقه طبعا، بيبقى عندي ريزلتد، الريزلت بتاعتي بتبقى في حاجه اسمها تريس او تي ار، تريس فايل، تي ار او تريس فايل، بيبقى الفورمات بتاعته اسكي فورمات. انا كيوزر، انا كهيومن يعني عموما، لما باجي اقرا التريس فايل بالنسبه لي هيكون لوجاريتمك، يعني كانه لوغاريتمات، مش هقدر ان انا افهمه. طب ازاي؟ فاللوجاريتمك فايل ده او تريس فايل عشان اقراه بستخدم حاجه اسمها الاي دبليو كي او الاوك فايل. الاوك فايل ده انا بستخدمه عشان اعمل انالايزنج، او بعمل من خلاله انالايزنج بروجرام، بعمل الانبوت بتاعه اللي هو ريزلت تريس فايل. الريزلت تريس فايل ده وانس ان انا عملت او ابلاي عليه الاوك فايل، هيطلع عندي حاجتين، رقم واحد النام والاكس جي ار. الاكس جي ار اختصار للاكس جراف، اللي هو الجراف اللي هيطلع مرسوم. الجراف ده ممكن هو يكون ثروبوت، ممكن هو يكون ديلي، ممكن هو يكون تايمينج، ممكن هو يكون وات ايفر المتريك او البارامتر اللي انا محتاجه اقيسه ايه. وكمان اقدر ان انا احدد المتريك اللي انا محتاجاه، محتاجه ان انا كجراف احدده versus time versus number of packets، whatever المتريك بتاعي او الجراف بتاعي اللي هو الاكس والواي curves، محتاجة ان انا اشوف ده ازاي باستخدام الاكس جراف. الاكس جراف ده هيبقى resulted نتيجة ان انا باخد الاوتبوت trace file واطبق عليه الاوك file. طب ايه هو النام؟ لو انا محتاجة اشوف السيميليشنز بتاعتي لايف، يعني ايه لايف؟ ان انا اشوف الموبايل نود وهي بتتحرك، وهي connected في الوقت ده مع مين، وهي بتبعت الباكت في الوقت ده مع مين، بستخدم حاجه اسمها النام او النتورك انيميتور. يبقى التريس، يبقى هاخد كده ستيب باي ستيب. الان اس 2 بيتعامل مع التي سي ال فايل. التي سي ال فايل ده بالريزلت بتاعته بيكون تي ار او تريس فايل. التريس فايل ده باخد بطبق عليه الاوك فايل عشان يرزلت عندي الاكس جي ار اللي هو الانيميشن اللي بتظهر، سوري مش الانيميشن، الجراف اللي بيظهر عندي في الاخر، اللي هو البارامتر اللي انا محتاجه اقيسه سواء كان ديلي او ثروبوت او وات ايفر هو ايه. النام فايل او نتورك انيميتور هي حركه السيميليشن، حركه السيناريو بالكامل بما فيها حركه النود والباكت اللي بتتبعت. في عندي اكتر من باتش جاهزه اقدر ان انا اعدل فيها. اول باتش هنتعامل معاها كان اسمها الموبايل وان، موبي وان. الموبي وان دي باكت جاهزه بعد ما سطب الـ NS2، وهقول التسطيب بتاع الـ NS2 بالتفصيل. هاخد الباتش اللي اسمها الموبي وان دي، هبتدي اسطبها واقول طريقة تسطيبها والاكستراكشن. طبعا اولا واخيرا الـ NS2 لازم يتسطب على لينكس. طب انا خلينا اقول فرضا ان انا عندي اللابتوب بتاعي كان ويندوز، وانا مش بستغنى عن الويندوز بتاعي، هبتدي انزل برنامج اسمه الـ VMware Workstation او فيرتشوال بوكس، ايا كان البرنامج اللي هستخدمه هنزل عليه VMware Linux، هقولها بالتفصيل. بعد ما نزل في امايا لينكس دي بالتفصيل، هبتدي اسطب الان اس 2 عليها. وانس ان نجحت ان انا اعمل تسطيب للان اس 2، هبتدي انزل الباتش اللي اسمها الموبي وان دي. بعد ما سطبها هبتدي اشوف الخطوات اللي انا قلتها، بدايه من التي سي ال اب تو التي ار ان اي ام الاوك اكس جي ار، هشوف الخطوات دي بالتفصيل ازاي. الموبي وان بيستخدم في الحاله دي البروتوكول اللي هو الموبايل اي بي فيرجن 6. اقدر ان انا كمان اعمل اكستند الان اس 2 بباتش تانية اسمها الاف اتش ام اي بي او الفصل الهيراركي الموبايل اي بي فيرجن 6، دي باتشايه تانية اقدر ان انا اسطبها. ده شكل السيميليشن سيناريو في حاله الفصل الهيراركي الموبايل اي بي. خلينا ناخد كده الجراف من تحت. عندي الموبايل نود بتتحرك اهي تحت، ده اللوكيشن بتاعها. لو تلاحظوا الارقام الموجوده جنبها دي اللي هي 250 و100، معناها ان انا لو اتحركت اكس واي، الاكس واي معناها ان انا اتحركت 250 و 100 في حالة الزد، سوري الاكس 250 والواي 100. البي اي ار كان البوزيشن بتاعها 250 250، الان اي ار كان البوزيشن بتاعها 3000 3000. لو تلاحظوا السيميليشن اريا كلها موجودة تحت اهي 6000 6000 متر. عندي كمان ان 2 ان 3 والماب، بما ان احنا قلنا الفاست هيراركي الموبايل بي بيستخدم حاجة اسمها الام اي بي او الموبيليتي انكور بوينت.
لو تلاحظ ان مولتي انكر بوينت كانت موجوده كبوزيشن يعني 1000 متر و1000 متر، الثروبوت او اللينك الواصل ما بين الام اي بي والام 2 كان بيستخدم 1000 ميجا بت بير سكند، وما بين ان 2 بي اي ار كان بيستخدم اللينك كانت 1 ميجا بت بير سكند. نفس الكلام ما بين ان 3 وان اي ار، ونفس الكلام ما بين الام اي بي والان 3 كان هنا بيستخدم 10 ميجا 10 ميجا وكمان 1 ميجا 1 ميجا. القيمه اللي جنبها دي 2 ملي سكند، دي الديلي اللي بيستخدم في نقل الباكت ما بين التو اند بوينتس دول. لو تلاحظوا طبعا ان في عندي لينك بتوصل ما بين الان 1، الان 1 دي متوصل عليها نقطتين اللي هما الهوم ايجنت والكورسبوندنت نود. ده شكل السيميليشن سيناريو بالتفصيل اللي احنا هنعمله في الان اس 2. عندي ما بين الكورسبوندنت نود والان 1 عندي اللينك كانت سرعتها 100 ميجا بت بير سكند، وما بين الان 1 والهوم ايجنت كانت اللينك سرعتها 100 ميجا بت بير سكند، ونفس الكلام ما بين ان 1 وموبيليتي انكر بوينت. كل ده بالتفصيل بالتفصيل هيبقى مشروح في التي سي ال فايل اللي هيبقى الانبوت في حاله الان اس 2. السيميليشن سيناريو مره تانية، عندي هوم ايجنت كورسبوندنت نود متوصل، عندي تو راوترز هما اللينكج في الحاله دي ما بين الدومين ادرس الاول والدومين ادرس الثاني. لو تلاحظوا هنا موضح حركه الموبايل نود بالتفصيل من اكسس راوتر 1 لحد لما يوصل لاكسس راوتر 2. هكرر نفس المعلومه تاني، قلت ان الدومين 1 اخد 200 دي الرقم ده ملوش اي معنى من الاعراب في علم النتورك، لكن في علم الان اس 2 دي تفرق، لان في التريس فايل اللي هيظهر عندي في الريزل انا مش هعرف الدومين ده غير من خلال الرقم ده اللي هو 200، بمعنى لما اجي في الاخر اعمل باتش، الباتش ده عشان اطلع الداتا اللي انا محتاجاها، قلنا ان انا التريس فايل هبتدي اعمل عليه اوك فايل، فالاوك فايل هقول له لو انا محتاجه اعرف الدومين ده هاخد 200 او الدومين التاني اللي هو هاخد 300. بيتحرك ما بين البريفيس اكسس راوتر والنكست اكسس راوتر باستخدام الماب او الموبيليتي انكر بوينت. تمام، هنا بيشرح السيميليشن سيناريو، بيقول ان انا عندي الموبايل نود هتتحرك وزن الهوم نتورك. الهوم نتورك دي وزن الكفرج اريا يعني بتاع الهوم نتورك، بتعمل انتر اكشن مع كورسبوندنت نود. في الحاله دي الانترميديت راوترز اللي هما ان 1 وان 2 وان 3 وكمان معاهم البي اي ار والان اي ار كلهم هيكونكتوا على الام اي بي او الموبيليتي انكر بوينت. عندي هنا في السيناريو ده الموبايل نودز متوزعه في وزن 5 دومينز، والسيميليشن سيناريو في الحاله دي كان 20 مينت. الموبايل نود بتبتدي تستارت موف، بتستارت الحركه بتاعتها من البريفيوس اكسس راوتر، بتباص النودز باسنج نود يعني ان 1 والام اي بي او المولتي انكر بوينت لحد لما توصل لان 2. طبعا هتعدي على الان 2 في اتجاه حركتها ناحيه الان اي ار او النكست اكسس راوتر. السيميليشن سيناريو دي طبعا بتوضح التراجكتوري بتاعها بالتفصيل. ده شكل التريس فايل وهنشوفه بالتفصيل اثناء عمل السيميليشن باستخدام الان اس 2. شكل التريس عندي لو تلاحظوا الكولومز، شكل التريس فايل بيتكون من مجموعه من الكولوم، اول كولوم اللي هو فيه بلس والماينسز، معناها بلس معناها ان كيو، ماينس معناها دي كيو، ار معناها ريسيف، دي معناها دروب. بمعنى انا كاكسس بوينت ممكن انا توصلني باكت، او كراوتر توصلني اكسس بوينت اعملها ان كيو اخزنها، او اعمل لها دي كيو اخرجها، ممكن نعمل لها ريسيف، ممكن هي تحصل لها دروب. الكولوم رقم 2 اللي هو بيبدا بواحد من عشرة ده بيبريزنت التايم، الوقت اللي وصلت فيه الباكت، الوقت اللي حصل فيه دروب للباكت، الوقت اللي حصل فيه دي كيو للباكت. الكولوم اللي بعد كده هو فروم، والكولوم اللي بعده هو تو، النود اللي وصل منها والنود اللي وصل لها، يعني السورس والديستنيشن، مين بعت الباكت ومين استقبلها. فبالتالي لو هاخد اول رو، النود اللي بعتت هي كانت رقم 0 والنود اللي استقبلت هي نود رقم 2. هنزل تحت شويه هلاقي فيه السندر هو رقم 2 او نود رقم 2، والريسيفر هي نود رقم 3، وهكذا. الكولوم اللي بعد كده هو الباكت تايب. الباكت تايب ممكن ان هو يكون سي بي ار كونستنت بيت ريت او تي سي بي. بعد كده الباكت سايز، لو تلاحظ ان هو في حالة التريس اللي ظاهر قدامي ده بس هيكون الباكت سايز ثابت اللي هو 40. بعد كده في مجموعة من الفلاجز،
بعدين هلاحظ ان الكولوم اللي هو فيه رقم وحيد ده اللي هو بنسميه الفورورد اي دي او اف اي دي، سوري اف اي دي اللي هو الفلو اي دي. ممكن انا بكون ببعت اكتر من فلو، فالاي دي بتاع الفلو اللي موجود في الوقت ده هو كان كام. بعدين السورس ادرس، لو تلاحظوا ان انا في السلايدز اللي فاتت ان انا شرحت قلت لكم ركزوا على الرقم ده، كان مثلا 4.0.0 كان 3 اوكتت، هنا في الحالة دي كان 2 اوكتت بس، لكن في مجموعة من التريسز هلاحظ ان هو 3 اوكتت. عندي هنا 0.0 و4.0. اول كولوم منهم كان بيربريزنت السورس ادرس، مش انا قلت في الاول فروم 2 ان هي النوت كرقم نوت بس، هنا بقى فروم السورس ادرس والديستنيشن ادرس. لو اخدنا اول كولوم السورس ادرس كان في الحاله دي 0.0 والديستنيشن ادرس في الحاله دي 4.0. بعد كده في عندي تو كولوم، اول كولوم منهم بيوضح السيكونس نمبر وبعدها الباكيت اي دي. طيب خلينا بس اتكلم في البدايه عن الباكيت اي دي، ان انا عايزه اعمل كنوت كسورس يعني ابعت مجموعه من الباكيتس للديستنيشن، هشوف مجموعه الباكيتس اللي وصلتني، فبالتالي انا لو عايزه اشوف باكيت بعينها فهاخد الاي دي بتاع الباكيت دي، فبالتالي لازم اعمل في الستيب اللي بعد كده او في السلايد اللي بعد كده هتبان اكتر الاوك فايل اللي انا بشوف الداتا اللي انا محتاجاها من الداتا الكتير قوي دي، واعمل سكريبت بان انا اعمل اكستراكشن الداتا اللي انا عايزاها. فمبدئيا السلايد اللي قدامي دي بتوضح حاجه اسمها تريس فايل. تريس فايل هو الريزلتد فايل من رانينج الايه التي سي ال، واتكلمنا عن التي سي ال وشكله قبل كده. طيب دلوقتي انا هنا عندي عايزه اعمل بس تفسير للتريس اللي قدامي، قال لي ان انا هنا عند الوقت اللي هو رقم في الوقت اللي هو 1 من 10، في تي سي بي باكيت السايز بتاعها كان 40 بايت، حصلها ترانسميشن على اللينك من نود 0 لنود 2 وهكذا. هبتدي اقرا كل السطور اللي موجوده في التريس. طبعا التريس فايل بيكون مثلا يعني على اقل تقدير بيكون مثلا خلينا نقول 5000 سطر مثلا يعني، فبالتالي صعب عليا انا كهيومن ان انا اقراه. فبالتالي قلنا ان انا هستخدم التريس فايل باني اطلع او اكستراكت الداتا اللي انا محتاجاها باستخدام حاجه اسمها الاوك فايل. الاوك ده بيديبند على ان انا عايزه ايه، فبالتالي انا لو محتاجه ان انا ارسم ثروبوت فايل فبالتالي هستخدم الثروبوت دوت اوك. ثروبوت دوت اوك كلمه اوك دي معناها الاكستنشن الفايل اللي انا هرنه على التريس فايل، ففي الحاله دي كان عندي ثروبوت دوت اوك، ده شكل التريس، سوري ده شكل الاوك فايل، في الحاله دي ده شكل الثروبوت اوك فايل. ان انا ببتدي اعمل سطر سطر، هبتدي اعدي على سطر سطر. لو تلاحظوا في وزن الكود اللي قدامي عندي حاجه اسمها الايفنت، الايفنت بيساوي سلاش دوت 1، كلمه سلاش سوري دولار ساين 1 معناه الكولوم رقم 1، يعني الكولوم رقم 1 في الحاله دي بيريبريزنت الايفنت. دولار ساين 2 معناه كولوم رقم 2 بيريبريزنت التايم. لو انتم مش قادرين تفهموا القصه دي هرجع تاني بس للسلايد اللي قبلها وهتفهموا انا قصدي ايه. دولار ساين 3 نود اي دي، دولار ساين 4 ليفل، دولار ساين 7 الباكيت تايب، دولار ساين 6 اللي هي الباكيت سايز. دي معناها ان انا بفهم الاوك فايل ده ان دي الكولوم اللي انت هتقابلها ودي الديسكريبشن بتاعها ايه، وببتدي اعمل بقى بعد كده الكالكوليشنز او الحسابات اللي انا هعملها على التريس فايل. زي هنا عمل الكود اهو ان هو اخد الايفنت، وطبعا قايله له الايفنت هنا في الكود كانت بتريبريزنت الكود رقم 1، سوري الكولوم رقم 1، والباكيت تايب بيساوي اف تي بي، هيروح على الكولوم اللي هو ريبريزنت الباكيت تايب اللي في الحاله دي كان كولوم رقم 7، ولقى ان الباكيت تايب اف تي بي يبقى حقق الشرط الاول ان الايفنت ار او ريسيف والباكيت تايب اف تي بي، والشرط الثالث هو الليفل تي سي بي، يعني هيروح على ليفل تايب اللي هي كانت في الحاله دي النود في الحاله دي كان كام يا ربي، كان الكولوم رقم 4. لو حقق الشروط دي كلها هيبتدي يعمل ريسيف بلس بلس، في الحاله دي كان في الاول كده كان بيحسب الريسيفد باكيت، وده مفهوم الثروبوت اصلا. بعد ما يطلع الاوك فايل هيبتدي يطلع الريزلت المرحله اللي بعد كده، سواء كان جراف او انيميتور يرسم الانيميشن في الحاله دي. هنا صوره ثالثه من صور الاوك في حاله ديلي، هنا الديلي اوك هيبتدي يعمل حسابات برضو، في الحالة دي كان دولار ساين 1 كان اكشن، دولار ساين 2 كان تايم. انا مش هعدي عليها كلها، اللي محتاج التفاصيل دي هيلاقيها في الليكتشر، يقدر يقرأ السلايد دي بالتفصيل، وهيبتدي يعمل حسابات.
في حالة الديلي هيشوف الاكشن بتاعي على الباكت لو كان الاكشن دروب دي دروب او الاكشن ريسيف، وبناء عليه هيبتدي يعمل الحسابات اللازمة عشان يبتدي يحسب الديلي. اكيد اكيد في حالة الديلي هيبتدي يحسب النود اللي بعتت والنود اللي استقبلت وبعتت امتى واستقبلت امتى، ويعمل سبتراكشن ما بين الاتنين عشان يبتدي يحسب الديلي للتايمينج اللي وصلتني فيه الباكت. ده مفهوم الديلي بالتفصيل والكود بتاع حساب الديلي زي ما هو موضح في الرسمة او اتش تحت في الديسكريبشن. root of packets during simulation ده شكل ال resulted trace sorry ده شكل ال resulted trace، بس في الحالة دي ما كانش متقسم في كولوم عشان انا بس مش ظاهر ليه في صورة كولوم، عشان انا بس عملت كوبي بيست وحطيته في تكست فايل فتقسيمة الكولوم ضاعت. فده شكل ال root of packets during simulation. لو تركزوا شوية هتلاحظ ان في عندي time، خلينا نبتدي من رو رقم 2. التايم هنا عندي في الحالة دي 107.09 مش عارف ايه، الهوم ايجنت اللي الاي دي بتاعها 1.0.0، عملت ابديت بعتت ابديت للفورين ايجنت الاي دي بتاعه 2.0.0، والباكت في الحالة دي كان رقمها 544، الكيروف ادرس في الحالة دي كان 3.1.0. ده كل الكونسبت المشروح عنها عندي في الباكت او في السلايد دي بتحقق كل اللي انا شرحته في السلايدز قبل كده، ان انا عندي كيروف ادرس اخد اي دي 3.1.0، الفورين ايجنت اخد اي دي 2.0.0، الهوم ايجنت اخد اي دي 1.0.0، الموبيليتي انكر بوينت كان اخد الاي دي 2.0.0. فلو تلاحظوا ان انا هنا بيحقق الكونسبت اللي انا شرحتها في الموبايل اي بي قبل كده، هبتدي اخد الداتا دي وادخل عليها الاوك فايل اللي انا محتاجاه. هنا عندي السيميليشن بدا اول تايم فيه كان 107، في نهايه البرزنتيشن اللي قدامي دي كان نهاية السلايد وصل التايمينج ل 108، يعني السيميليشن في الحالة دي كان دقيقة. فبالتالي ابتدي ان انا اطبق الاوك فايل اللي انا محتاجاه اطلع عندي سواء ثروبوت او اطلع ديلي. دي شكل الروت باكتس ديورينج سيميليشن. كل اللي انا قلته ده بيتعامل مع الـ NS2. اقدر ان انا كمان التريس فايل، في اوبشن حلو قوي ان التريس فايل اللي عندي ريزلتد من NS2 اقدر ان انا اطلعه او ادخله على حاجة اسمها اوبشن في الاوبنت اسمه تريس انالايزر، او اي برنامج. البرنامج ده بيكون على الانترنت اسمه تريس انالايزر، بمعنى ان انا اخد التريس فايل دي وادخلها واحسب الحاجة او البارامتر اللي انا محتاجاه، سواء كان ثروبوت سواء كان ديلي. تمام. الجراف اللي قدامي دي بتوضح الراوتينج ستيبس، المناطق السودة دي بتوضح الوقت اللي حصل فيه دروب وما كانش فيه اي اتصال واضح ما بين الموبايل نود واي اكسس راوتر، سواء كان بريفيوس او نيكست او واتيفر هو ايه. تمام. ده الجراف ده بيوضح التايمينج اللي بيبتدي فيه الموبايل نود اول ما هي تكونكت او تنتراكت مع اكسس راوتر لحد لما تبتدي تعمل end of simulation. لو تلاحظوا الخطوات بدأت من 3 second up to 80 second. تمام. بيوضح الباكت هنا بالتفصيل، يعني اول حاجه عملت الموبايل نود ستارت كوميونيكيشن، بعدين سيجنال لوس. هنا لو تلاحظوا الديفينيشن تحت موجود بالابريفيشن والرقم ريبريزنتد فوق على الجراف. هنا عندي بايندنج ابديت للهوم ايجنت او بايندنج ابديت للكورسبوندنت نود، سيجنال لوس، وهكمل للنهايه. الشكل اللي قدامي بيوضح التايمينج اللي بيتراكت فيه الموبايل نود مع اي اكسس راوتر، ايا كان الاكسس راوتر ده كان ايه، سواء هوم ايجنت او اكسس او فورين ايجنت. الجراف هنا في السلايد اللي هي رقم 83 دي بيوضح الريزلت في الاخر خالص في حاله الثروبوت. الثروبوت في الحاله دي انا استخدمت الثروبوت اوك فايل، طلع عندي في الاخر جراف فيرسس تايم. طبعا بيوضح الفرق ما بين الفاست هيراركي الموبايل اي بي، موبايل اي بي فيرجن 6، موبايل اي بي فيرجن 4 اند نيمو. كل المقارنة دي بتتم في جراف واحد اللي هو قدامي ده.